بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. الجزء الثاني في حل هذا المكعب. كما تلاحظ وصلنا للوجه الأصفر آخر طبقة. هنا يجيك إما علامة دال أو نقطة أو سالب، لكن في هذه الحالة جاني ماذا؟ الشاذ، فلازم أستخدم قانون الشاذ. قانون الشاذ يا أعزائي طويل، فراح أستخدمه على هذا. إذا انتهيت أستخدمه على هذا حتى أسدحه زي هذه الزاوية، وإذا انتهيت راح أستخدمه على هذا، فطويل يعتبر. في طريقة أني أتخلص منهم إلا واحدة، وهي أني أستخدم قانون السالب أو قانون الدال. خلينا نستخدم قانون الدال مثلا. أمام اتجاه يدي ماذا؟ اليمين فوق مع عقارب الساعة، يمين عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال. لاحظ بقيت فقط زاوية واحدة، كذا أسرع. إذا جاتني هذه الحالة الشاذة، إيش أسوي؟ أضعها خلفي ثم أطبق القانون علشان تكون مسدوحة ويكون فوق كل وجه ماذا؟ أصفر. القانون هو أمام اتجاه يدي اليمين فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال فوق عكس عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي. الآن فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي ماذا؟ اليمين فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال فوق اتجاه عكس عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي. يا سلام، الشاذ انسدح. هذا أول الأمر، أول الأمر أني أسوي الوجه بالكامل أصفر، ثم اللي هنا القطع اللي هنا. لتعديل القطع يا أصدقائي هنالك سبع حالات. إذا كانت قطعة صفراء واحدة عدلة مثل هذه، ثم أضعها وين؟ أمام يمين، هنا هذا أمام، هنا اليمين، وأنظر في هذه القطعة التي على الشمال لا تحمل لون أصفر، اللون الأصفر هنا، أما لو كان هنا لا، لها قانون مختلف. نعم لا تحمل اللون الأصفر. إذن أطبق القانون التالي حتى جميع القطع يصبحون في الوجه الأصفر. القانون هو يمين اتجاهي فوق مرتين، يمين عكس اتجاهي فوق مع عقارب الساعة، يمين اتجاهي فوق مع عقارب الساعة، يمين عكس اتجاهي. يا سلام، شوف استوى الوجه الأصفر. الحالة الثانية، توجد قطعة واحدة فقط صفراء، أضعها على اليمين. هنا على شمال الوجه الأصفر أمامي هذا. إذا جاتني هنا الوجه الأصفر لهذه القطعة، فأطبق القانون التالي: شمال عكس اتجاهي، ف
فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي. فوق عكس عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي. فوق مرتين، شمال اتجاهي. لاحظ استوى الوجه الأصفر بالكامل. الحالة الثالثة، ولا قطعة صفراء عدلة، هنا على شكل ثمانية، هذه وهذه، وهنا أيضا على شكل ثمانية، هذه وهذه. إذا جتني هذه الحالة أضع واحدة أمام، بطبيعة الحال تكون هذه خلف، ثم أطبق القانون التالي: أمام اتجاه يدي اليمين، ثم فوق يمين فوق يمين، أعيده ثلاث مرات. فوق مع عقارب الساعة، يمين عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، يمين اتجاهي. هذه مرة، باقي مرتين. فوق يمين فوق يمين، باقي آخر مرة. فوق يمين فوق يمين، يا سلام. الآن أمام اتجاه يدي الشمال. استوى الطابق الأصفر بالكامل. الحالة الرابعة، ولا قطعة صفراء مستوية، هذه القطعتين على شكل ثمانية، والقطعتين هنا لا، متدحرج. إذا جاتني هذه الحالة أضع اللي على شكل ثمانية شمال، ثم أطبق القانون التالي: يمين اتجاهي، فوق مرتين، يمين مرتين، فوق مع عقارب الساعة، يمين مرتين، فوق مع عقارب الساعة، يمين مرتين، فوق مرتين، يمين اتجاهي. يا سلام. الحالة الخامسة، قطعتين أصفر مستويتين، قطعتين لا على شكل متدحرج. إذا أتت لي هذه الحالة أضع القطعتين هنا يمين، ثم أطبق القانون التالي: يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين. الحالة السادسة، قطعتين عدلات هنا لا، وهذه على شكل ثمانية. إذا أتت لي هذه الحالة أضع هذه القطعتين يدي اليمين، ثم أطبق القانون التالي: يمين عكس اتجاهي، فوق مرتين، يمين اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة. الآن يمين عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، يمين اتجاهي، شمال عكس اتجاهي، فوق مرتين، شمال اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي. الحالة السابعة والأخيرة، قطعتان لونهما أصفر لكن متقابلتان، غير متجاورتين زي الحالة اللي قبلها السادسة والخامسة، لا هنا متقابلتان، وهنا غير عدلات. أضع قطعة غير عدلة هنا بشرط تلك التي تحمل اللون الأصفر أمام، يعني مثلا كذا، هنا ما تحمل لون أصفر، هنا ما تحمل، لا آثر، أبقى هذه. ثم أطبق القانون التالي: أمام اتجاه يدي الشمال، شمال اتجاهي، أمام
اتجاه يدي اليمين، يمين، اتجاهي، أمام، اتجاه يدي الشمال، شمال، عكس اتجاهي، أمام، اتجاه يدي اليمين، يمين، عكس اتجاهي. يا سلام، هذه جميع الحالات السبع لتعديل القطع الأربع، فيستوي الوجه الأصفر بالكامل، لونه أصفر. تعديل الزوايا، هذه الزوايا أبغى أعدلها في أماكنها. عندي عدة قوانين لتعديل الزوايا. أول قانون تحريك ثلاث زوايا دوران مع عقارب الساعة. ثاني قانون تحريك ثلاث زوايا عكس عقارب الساعة. أبغى أركز على ملاحظة أن قوانين تعديل الزوايا في نفس الوقت وأنا أطبق القانون في عدة قوانين راح أطرحها. صحيح تعدل الزوايا، لكن لاحظ القطع الموجودة هنا، فأي قانون هو الذي يناسبني؟ صحيح بعدين في المرحلة القادمة عندي قوانين تعدل القطع اللي هنا، لكن أنا قصدي أبغى أضرب عصفورين في حجر واحد، أعدل الزوايا والقطع اللي هنا معا بقدر الإمكان. طيب، قانون تدوير الزوايا مع عقارب الساعة ايش راح يسوي في القطع؟ انا راح استخدم الان القانون. ايش راح يسوي في القطع؟ راح تثبت على ما هي عليه. لازم تحط في بالك هذا الشيء. خلينا نشوف هذه الزاوية عدلة، ازرق احمر تبغى تيجي هنا عند الازرق الاحمر، برتقالي ازرق تبغى تيجي هنا، برتقالي اخضر هنا، فدوران مع عقارب الساعة. القطع راح تثبت. أنا راح أستعرض لكم القوانين بعدين نجي للقطع. الزاوية العدلة أضعها شمال، ثلاث القطع أو الزوايا سوف تدور مع عقارب الساعة. قانونه هو التالي: فوق مرتين، يمين مرتين، فوق مرتين، يمين مرتين، فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين، فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين، فوق مرتين، يمين مرتين، فوق مرتين، يمين مرتين، فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين، ثم فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين. يا سلام، شوف الزوايا أتت في أماكنها، والقطع لو كنت مركز قبل راح تلاقيها ما تحركت، القطع الأربع ما تحركت. قانون تدوير الزوايا عكس دوران عقارب الساعة، هذه الزاوية عدلة، أزرق برتقالي الزاوية، هذه تبغى تجي هنا، أزرق أحمر تبغى تجي هنا، أخضر برتقالي، أخضر برتقالي، دوران عكس عقارب الساعة. الزاوية العدلة أضعها شمال. بعد تطبيق القانون القطع الأربع تثبت، يعني على ما هي عليه الآن: الأزرق عند الأخضر، الأحمر عند البرتقالي، وهكذا ما راح تتغير القطع. طيب، خلينا في قانون الزوايا عكس عقارب الساعة.
هو يمين مرتين فوق مع عقارب الساعة، يمين مرتين فوق مع عقارب الساعة، يمين مرتين فوق مرتين، يمين مرتين فوق مرتين، يمين مرتين فوق مع عقارب الساعة، يمين مرتين فوق مع عقارب الساعة، يمين مرتين فوق مرتين، يمين مرتين فوق مرتين. يا سلام، شوف الزوايا أتت في أماكنها، القطع ما تحركت، الأزرق مع الأخضر، الأحمر مع البرتقالي، وهكذا ما تحركت القطع. هذه الحالة هنا الزاوية يا أصدقائي في مكانها، وهنا في مكانها، أما الزاوية هذه والزاوية هذه ليست في أماكنهما، هذه الزاويتين تبغى تبادل مع بعضهم. في هذه الحالة وعندي أكثر من قانون راح أستخدم على نفس الحالة. ليش أكثر من قانون؟ لأني أبغى أبادل بين زاويتين، أعطيك قانون يبادل، وراح أعطيك تراعي القطع اللي هنا. مثلا القانون اللي راح أعطيك إياه، هذه في مكانها مكانها تبادل، القطع راح تدور عكس عقارب الساعة. يلا خلنا نبدأ القانون ونشوف، هل الأحمر راح يجي عند البرتقالي؟ خلنا نشوف، هل البرتقالي راح يروح عند الأزرق؟ يلا أضع هذه يمين وهذه شمال، ثم أطبق القانون التالي، يمين مرتين فوق مع عقارب الساعة، يمين مرتين فوق مع عقارب الساعة، يمين مرتين فوق مرتين، يمين مرتين فوق مرتين، يمين مرتين فوق مع عقارب الساعة، يمين مرتين فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين فوق مرتين، يمين مرتين فوق مع عقارب الساعة، يمين مرتين فوق مع عقارب الساعة، يمين مرتين فوق مرتين، ثم يمين مرتين فوق مرتين، يمين مرتين فوق مع عقارب الساعة، يمين مرتين فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين فوق مع عقارب الساعة. يا سلام، شوف الزوايا أتت، اللي كان متقابل القلب الأحمر جهينة، والبرتقال اللي هنا جهينة، مثل ما قلت لكم انتبه للقطع، علشان إذا جيت تلعب تلعب القانون اللي عندك المناسب. هذه الحالة الزاوية اللي هنا عدل، الزاوية اللي هنا عدل، هذه الزاوية وهذه الزاوية تبادل، لكن القطع راح تدور مع عقارب الساعة، يعني عكس القانون السابق تبادل، هنا القطع مع عقارب الساعة. لاحظ الأحمر بعد تطبيق القانون راح يجي هنا، الأزرق هنا. يلا نطبق القانون ونشوف، هل الأحمر راح يجي جهة البرتقالي؟ القانون فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين فوق مع عقارب الساعة، يمين مرتين فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين فوق مرتين، يمين مرتين فوق مرتين، يمين مرتين فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين فوق مرتين، يمين مرتين فوق مع عقارب الساعة، يمين مرتين فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين فوق مرتين، يمين مرتين فوق مرتين، يمين مرتين فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين. لاحظ استعدل الزاوية، صار تبادل، وأيضا القطع دارت
مع عقارب الساعة، الأحمر اللي هنا جا هنا، والأزرق اللي هنا جا هنا. هذه الحالة، الزاوية هذه عدلة وهذه عدلة، هذه ليست في مكانها وهذه ليست في مكانها، تبغى تبادل. في هذه الحالة القطعة اللي هنا تثبت واللي هنا تثبت، اللي هنا واللي هنا تبادل، القطعتين تبادل. هيا الأزرق شوف موقعه عند الأخضر، أما الأخضر بعد تطبيق القانون راح يجي عند الأحمر، الأحمر راح يجي عند البرتقالي. احفظ هذا، بعد تطبيق القانون راح تلاقي الأحمر يجي عند البرتقالي، الأزرق ما يتغير عند الأخضر. القانون هو التالي: يمين مرتين فوق مع عقارب الساعة، خلف وأمام اتجاه يد اليمين، يمين مرتين، خلف وأمام اتجاه يد الشمال، فوق مع عقارب الساعة، يمين مرتين فوق مرتين، يمين مرتين فوق عكس عقارب الساعة، خلف وأمام اتجاه يد اليمين، يمين مرتين، خلف وأمام اتجاه يد الشمال، ثم فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين، فوق مرتين. الآن ماذا؟ يمين اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي اليمين، ثم يمين اتجاهي، ثم خلف مرتين. الآن يمين عكس اتجاهي، ثم أمام اتجاه يد الشمال، ثم يمين اتجاهي، ثم خلف مرتين. الآن يمين مرتين، فوق مرتين، ثم ماذا؟ يمين مرتين، خلف مرتين، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين اتجاهي، خلف مرتين، أمام عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة. شوف الزوايا، جات الأحمر جا هنا، شوف الأزرق ما تغير. هذه الحالة إذا جاتني زاويتين عدلات وزاويتين غير عدلات، يعني تبادل، هذه وهذه تبقى تبادل، أضع هذه هنا شمال العدلة والعدلة الثانية خلف، ثم إذا طبقت القانون إيش راح يصير مع القطع؟ هذه القطعة راح تتبادل مع هذه، هذه وهذه تثبت. لازم تعرف حركات القطع. الآن نطبق القانون: يمين مرتين فوق مع عقارب الساعة، خلف وأمام اتجاه يد اليمين، يمين مرتين، خلف وأمام اتجاه يد الشمال، فوق مع عقارب الساعة، يمين مرتين، فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين، فوق عكس عقارب الساعة، خلف وأمام اتجاه يد اليمين، يمين مرتين، خلف وأمام اتجاه يد الشمال، فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين، فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين، خلف مرتين، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين اتجاهي، خلف مرتين، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة. شوف الزوايا استعدلت، زاويتين قلبا، وهذه في أماكنها، واللي هنا واللي هنا تبادل،
اللي هنا واللي هنا يثبت. هذه بالنسبة لجميع الزوايا، يعني قوانين تعديل الزوايا والحالات. تبقى تركز في القطع تمام، ما تبقى عندي قوانين تعديل القطع بس. والله حلو اني ابغى اعدل الزوايا في نفس الوقت يتعدل القطع، حلو. خليني اركز، اذا ما تبقى تركز يعني قوانين الزوايا، ما ابقى اركز في القطع، عندي قوانين خاصة للقطع الان سوف نتطرق لها. قبل الدخول في قوانين تعديل القطع، أبغى أعطي مثال حي لتعديل الزوايا والقطع معا في وقت واحد. الآن أنا عندي مثلا هذه الزاوية عدلة، فأنظر برتقالي أخضر، برتقالي أخضر، هذه تبغى تجي هنا، برتقالي أزرق، برتقالي أزرق، هذه تبغى تجي هنا، فماذا؟ دوران عكس عقارب الساعة. قلنا إن دوران عكس عقارب الساعة القطع هذه راح تثبت، فهل إذا تعدلت الزوايا أستفيد تركيز القانون في إنه أعدل الزوايا والقطع معا؟ ما راح أستفيد، لأن هذه تثبت هنا. طيب هذا ما نفعني، أقوم أبحث. الآن عندي ماذا هنا؟ هذه الزاوية عدلة وهذه عدلة، زاويتين عدلات، وهذه لا وهذه لا. راح أقلب، إذا قلبت متجاورتين إيش راح يصير؟ القطعة اللي هنا راح تتبادل مع هذه، تبادل. أما هذه وهذه تثبت، هل أستفيد حاجة؟ لا. طيب خل أفر، الآن عندي هذه عدلة، أزرق برتقالي يبغى يجي جهة الأزرق البرتقالي، برتقالي أخضر هذه الزاوية تبغى تجي برتقالي أخضر هنا، إذن دوران مع عقارب الساعة. دوران مع عقارب الساعة، القانون حقي يقول القطع راح تثبت. يا سلام، وهذا الذي كنت أقصده. يعني لو استخدمت القانون السابق اللي عرضته الآن أربح بالزوايا بس أخسر القطع. الآن راح يعدل لي الزوايا والقطع معا، هذا اللي كنت أقصده، التفكير المركز. خلنا نطبق القانون. القانون يقول دوران مع عقارب الساعة، أضع الزاوية المستوية هذه العدلة هنا شمال، ثم أطبق القانون التالي، فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق عكس اتجاه عقارب الساعة، يمين مرتين فوق عكس اتجاه عقارب الساعة، يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق عكس اتجاه عقارب الساعة، يمين مرتين ثم فوق عكس اتجاه عقارب الساعة يمين مرتين. هذا الذي كنت أريد أن أوصله إليكم، يعني التفكير المركز. فكرت أنت ما جاتك لا وسيلة قانون أنه يرتب لك مع الزوايا القطع، أو أصلا ما تبقى تفكر التفكير المركز، تبقى تعدل الزوايا أولا ثم القطع، كل حاجة منفصلة. الآن سوف أعطيك قوانين تعديل القطع. عندي هذه الحالة، هذا في مكانه، هنا وهنا وهنا ليست في أماكنهم. القطعة الخضراء تبقى تجي هنا، والحمراء هنا، والبرتقالي هنا، دوران مع عقارب الساعة. أضع هذه شمال، ثم أطبق القانون التالي، يمين اتجاهي أمام اتجاه يدي اليمين،
ثم يمين اتجاهي، خلف مرتين، ثم يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، ثم يمين اتجاهي، خلف مرتين، أمام مرتين. القطع استعدلا. هذه الحالة، هذه في مكانها الأخضر يبقى يجي هنا، البرتقالي يبقى يجي هنا، الأحمر هنا، دوران عكس عقارب الساعة. أضع هذه العدلة شمال ثم أطبق القانون التالي: يمين مرتين، خلف مرتين، يمين عكس اتجاهي، أمام جهة يدي اليمين، يمين اتجاهي، خلف مرتين، يمين عكس اتجاهي، أمام جهة يدي الشمال، يمين عكس اتجاهي. يا سلام، الحالة شاذة، قطعتين وقطعتين عدلات، هذه تبادل بالتجاور. في هذه الحالة أضع القطعتين، واحدة هنا أمام جهة اليمين وأخرى خلف، ثم أطبق القانون التالي: يمين مرتين فوق اتجاه عقارب الساعة، يمين مرتين فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين ثم فوق عكس عقارب الساعة، تحت عكس عقارب الساعة، يمين مرتين فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين فوق اتجاه عقارب الساعة، يمين مرتين تحت اتجاه عقارب الساعة. الآن أفر كذا كامل المكعب، ثم هذه مرتين، أرجع هذه، ثم فوق مرتين، هذه عكس اتجاهي، أرجع هذه، فوق مرتين، ثم هذه مرتين، أرجع هذه. الآن فوق مرتين، ثم هذه مرتين، أرجع هذه. الآن فوق مرتين، ثم هذه عكس اتجاهي، أرجع هذه. الآن فوق مرتين، ثم هذه مرتين، أرجع هذه. الآن فوق مرتين. يا سلام. طيب لو جاتني غير متجاور، متقابل، مثل هذه الحالة، هنا القطعة وهذه القطعة تبادل، هذه عدلة وهذه عدلة، إذن القطعتين تبادل بالتقابل وليس بالتجاور. كيف أحل هذه الحالة؟ أستخدم قانون دوران إما مع عقارب الساعة أو عكس، أي واحد منهم ينفع، بس بشرط العدل تحطه هنا شمال. ثم بعد تطبيق القانون تتحول لك الحالة من تقابل إلى تجاور وتطبق قانون التجاور. راح أستخدم الآن دوران مع عقارب الساعة علشان أحولها من تقابل إلى تجاور. يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين اتجاهي، خلف مرتين، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين اتجاهي، خلف مرتين، ثم يمين مرتين. لاحظ صاروا تجاور، استخدم القانون اللي أخذناه قبل شوي. شكرا لكم أعزائي على المتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله.